فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب يعني إن كان في أسئلة تفضلوا. إلى سنن ابن ماجه. إلى سنن ابن ماجه قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التجارات، ونحن نعيده من أجل يعني أن ننتهي إن شاء الله، أنا حقا على مشارف الانتهاء، وهذا أيضا من رحمة الله بنا. قال باب الخراج بالضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات أثبات صاحب المصنف، وعلي بن محمد الطنافسي، وهما يعني من مقرونا به وهو من ثقات الأثبات. قال حدثنا وكيع من أساطير المحدثين، وكيع التنين من جراح الرؤاسي، عن أبي ذئب وهو قرين الإمام مالك، عن مخلد بن خفاف وهو من الثقات، قال عن عروة بن الزبير، عروة أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان صواما قواما من الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم نساء العالمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه، قضى أن خراج العبد بضمانه. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال رسول الله قد إنه قد استغل غلامي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج الغلة أو الاستفادة. اشترى زيد عبدا فأخذه فاستعمله في الأرض، فكان يدر عليه ربحا كبيرا، وهو كان يأخذه وكان يعمل ويعطيه الأجر العمل، فوجد به عيبا فذهب إلى صاحبه فقال هذا العيب أنت أخفيت عنه، والشرع كفل أن أرد السلع بالعيب. قال له اعطيني ما استفدت منه به. قال لا، ليس لك، لأنه لو مات في يدي لضمنت أنا ولما رجعت عليك، وأقصى ما أرجع عليك فيه هو الفرق بينه معيبا، فرق بينه معيبا وسليما. فإذا الخراج بالضمان، فإذا الخراج بالضمان، هذه يعني هيئة الخراج بالضمان لتعلم ذلك. فهنا إذا تم البيع فإنه ترد السلعة بالعيب، ترد السلعة بالعيب، وهذا قول جميع أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة. والحنفية قالوا لا يرد الأصل بالعيب إذا استفاد منه الولد أو الثمرة، بل يرجع البائع بالأرش. يعني إذا 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 حدث بأنه أخذ البقرة فولدت له، أو أخذ الشجرة فأثمرت، فقال الحنفية لا يرد، بل يكون الأمر بإيش؟ يكون الأمر يأخذ الأرش، الفرق بينه سليما ومعيبا. افهموا، اتفقوا الأئمة الأربعة على أنه إن ورد به عيبا دون أن تكون الثمرة منفصلة فإنه له أن يرده، يعني عند الرد بالعيب، الكلام عن الرد بالعيب، أنه مثلا كانت السمانة له، الخراج خاص بالضمان بيناه، لكن إن سمن عنده، إن زاد رؤية عنده فأراد أن يرده بالعيب الذي كان فيه، هل يرده مع زيادته؟ نعم، إذا كانت الزيادة متصلة يرده مع زيادته وليس له فيها سمت شيء. أما إذا انفصل فالأئمة الثلاثة قالوا المنفصل أحق به المشتري لا البائع، ويرد بالعيب دون الثمرة، دون الولد أو الثمرة. والأحناف قالوا لا يرد ويأخذ الأرش الفارق، لأنه أثمرت عنده الولد. فإذا الشافعية والحنابلة قالوا لا يرد، يرد الأصل بالعيب، والمشتري يستحق المنافع سواء متصلة أو منفصلة. تعرفون المنفعة قد تكون متصلة قد منفصلة. المنفعة كما قلت بالسمانة، بالرؤية الحسنة، بالقوة، بالقدرة على فعل ما لم يكن يفعله قبل ذلك للضعف.
والمنفصل الولد والثمرة. فالشافعي وحنابلة قالوا هذا حق المشتري، انفصل أو ما انفصل حق المشتري ويرجع بالعيب، يرد بالعيب. الحنفية قالوا إذا انفصل، إذا كانت الثمرة منفصلة الغلة منفصلة لا يرد بالعيب، لكن يأخذ أرش، الأرش اللي هو الفارق بين ثمن معيبا أو كان معيبا بثمانين وهو بمئة سليما، يبقى فرق كم؟ الفارق 20، فيرد إليه الأرش فقط. الملكية قالوا يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف، وهذا تفريق وتحكم بلا دليل، هو إما أن يرده بغلته وإما أن يرده ويفسد غلته. ما دمنا قلنا الخراج بالضمان وبينا معناه، يبقى إذن إذا كان الخراج هنا ثمرة منفصلة ولد فهذا النزاع فيه، لكن إن لم يكن أو مالا فهذا ليس فيه النزاع، النزاع في الثمرة المنفصلة كالولد والثمرة. فعندما يرده بالعيب لا يرد ثمرته، يعني لا يرد ولده، ولد وإن كان شجر لا يرد الثمرة التي أخذها واستفاد منها. عند الشافعية والحنابلة، عند الحنفية لا، ما في رد بالعيب، عليه أن يقبلوا لأن الثمرة صارت نفعا له ويأخذ أرش الفرق. المالكية بتحكم قالوا بالتفريق بين الولد وبين الصوف، قال الصوف لا يرد والولد يرد، من أجل طبعا هو أصلا له نظر في هذا الباب على حرمة التفريق بين 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 الوالدة وولدها حتى في البيع، لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حكى البيهقي في المعرفة السنن الأصالة عن الشافعي أنه كان يذهب إلى أن الخراج بالضمان في كل شيء، في كل شيء، في ثمر النخل ولا بالمشية وصفها أولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري، هو ما دام دخل ضمانه فهو يملكه، ما دام دخل ضمانه فهو يملكه، وهو أسعد الناس بظاهر الحديث. قال الخراج بالضمان. والخرقي قال وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا من الخراج بالضمان والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب. يعني هذا من باب التصالح على التراضي، من باب التصالح على التراضي، لكن الأصل ما الذي يجب؟ أن يردها وأن يأخذ المال كاملا. طب ابنها يكون عنده، لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان. وذلك الموفق قال لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله فإنه يرد ويأخذ رأس ماله، أو يكون قد زاد بعد العقد أو جعلت له فائدة، فذلك قسمان، أحدهما أن تكون الزيادة متصلة كالسمن والكبر والتعلم والحمل قبل الوضع والثمرة قبل التأبير، فإنه يردها بنمائها لأنه يتبع في العقود والفسوخ، لأنه أخذه فعلمه فرده له متعلما لا يأخذ مالا في ذلك، يرده به. أما القسم الثاني أن تكون زيادة مفصلة لنوعين، أن تكون زيادة من غير عين المبيع كالكسب، ومعنى قوله أو استغلها، هذه الغلة باتفاق تكون للمشتري وتكون في المشتري، لما؟ لأن الخراج بالضمان. وقد ورد في حديث عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال الرسول قال يا رسول الله إنه استغل غلامي، فقال له الخراج بالضمان، يعني الاستغلال هذا له الخراج بالضمان. وهذا الأئمة الثلاثة يقولون به، الأئمة الأربعة يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقول بذلك. النوع الثاني هو الذي فيه الخلاف، أن تكون الزيادة من عين المبيع كالولد والثمرة واللبن فهي أيضا للمشتري عند الشافعي وأحمد. وقال مالك إن كان النماء ثمرة لم يردها، وإن كان ولدا رده، معها لأن الرد حكم فصار إلى ولدها كالكتابة. وقال أبو حنيفة نماء الحادث في يد المشتري يمنع الرد، لأنه لا يمكن معه لأنه لم يتناوله العقد. والحق أن حديث أنه حادث في ملك المشتري، حادث في ملك المشتري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما، قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال الخراج بالضمان. فإذا إذا قلنا النماء المنفصل، فالشافعي والحنابلة قالوا هو للمشتري لأنه في ضمانه، وفرق الحنفية في هذا الباب على مسألة الولد والثمرة، قالوا لا رد، ثمرة منفصلة يبقى لا رد ويأخذ أرش النقص، والصحيح الخراج بالضمان
حديث صريح في ذلك، وهذا من الفقه يريح جدا لترى كيف الحفاظ على أموال الناس. وأيضا لما كان مغامرا بالضمان كان له الحق في الغلة. فالخراج بالضمان، الفوائد المستنبطة: ديننا دين العدل لا المساواة، ديننا دين العدل. شوف الغنم بالغنم، الغنم بالغنم. الخراج بالضمان، الرجوع للعلماء، لأن مراجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. من عظيم مقاصد الشريعة حفظ أموال المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.